اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي برشلونه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع شركائنا صفحات برشلونه نيوز وابداع الملاعب على الفيسبوك وشريكنا الحصري على تويتر عالم البرسا وشريكنا على انستغرام برشا جروب. حلقه اليوم بعد الفوز المثالي الكامل لبرشلونه على اسبالماس، الفوز اللي كان مثالي لانه نتيجه كبيره ما في اخطاء، وبنفس الوقت اللاعبين اللي عليهم شكوك قدموا مباريات ممتازه مثل اندري جوميز مثل اليكس فيدال وحتى توران قدم دقائق كثير مثاليه. إذا الفوز مهم، معنويا مهم، ضغطا على ريال مدريد قبل مباراته مع إشبيليا أيضا مهم، وبيجي ردة فعل إيجابية بعد السلبية اللي ظهرت من جيرارد بيكي بعد الخسارة بعد التعادل أمام فياريال، بيجي أيضا بعد التخلص من بلباو والوصول لدور الثمانية واستعداد نفسي مهم قبل مواجهة ريال سوسيداد بالكأس. هذا من جهة. في لقاء اليوم بدي أقدر أقسمه لهجوم ودفاع. الهجوم شفت ثلاث أشياء إيجابية للغاية وثلاث أشياء كنت أستنى أشوفها من أول الموسم في برشلونة. الشيء الأول التحرر، هذا الفرق كان متحرر بطريقة انتقال الكرة، طريقة بناء الكرة مع نيمار، وأعتقد هذه مشكلة لازم ينتبه لها إنريكي لما يعود نيمار. كان نيمار نقطة ارتكاز واحدة دائما، لازم يوقف على الكرة ويلمس الكرة وبعدين تبدأ الهجمة. اليوم ما شفنا هذا الشيء، شفنا في نوع من عدم البرمجة في بداية الهجمة، وهذا الشيء كان إيجابي جدا وخلى اللاعبين نحسهم جميعا عم بيشاركوا وعم بيحسوا بدورهم. الشيء الثاني التنويع بالهجمات، التنويع بالهجمات كان واضح للغاية. لو نرجع نشوف الأهداف، نرجع نشوف الفرص اللي ضاعت أيضا، تحسها بشكل مختلف، شيء من العمق، شيء من الأطراف، شيء بيربط ظهير مع مهاجم، وأمرات لاعب الوسط بيربط مع المهاجم. في تنويع مهم جدا برشلونة افتقره تماما هذا الموسم. والشيء الثالث اللي هي مسألة الحركة اللي بعد الخطوة الأولى، وهذا الشيء تكلمت عنه بعد مباراة فياريال وحكيت إنه برشلونة عم بيعاني منه كثير هذا الموسم، وعشان أشرحها مرة ثانية لنفرض إنه توران بده يمرر لسواريز بهذه اللحظة، وتوران هو بده يصعد مع سواريز لازم ميسي يكون عم بياخذ خطوة. هذه هي فكرة برشلونة دائما، إنه لاعب واحد بيلمس الكرة والباقيين بيتحركوا حوله. اللي صار باخر فتره ببرشلونه واحد بيلمس الكره والثاني بيسلمها بعدين الثانيين بيتحركوا، يعني كانه حركه ابطا من زمان. اليوم شفنا هاي الحركه، نرجع نشوف باكثر من هجمه باكثر من فرصه، لو شفنا كيف كان يتحرك جوميز، كيف كان يتحرك حتى الظهير، دائما عم بيعطي خطوه، حتى ميسي عم بيعطي خطوه، الجميع عم بيعطي اللاعب اللي بيسلم الكره شيء جاهز بعد هيك، وبالتالي هذه هي الحاله المثاليه لحركه برشلونه، دوران كره برشلونه، بدونها برشلونه كان حيضل يعاني. ثلاث اشياء ايجابيه هجوميه شفتها اليوم، الحفاظ عليها بيحافظ على وجه الموسم، بيحافظ على شكل الموسم، وبيخلي في امل على الاقل بانهاء الدوري لو خسرت اللقب بشكل مقبول وما يكون في نوع من السلبيه او نوع من الكارثه، الشعور الكارثي على الاقل. دفاعيا طبعا فريق ما تلقى اهداف، ما تلقى فرص، لكن في ملاحظه واحده ظهرت مع فياريال ظهرت اليوم. اليوم شفنا لاعبين برشلونه يتلقوا ثلاث بطاقات صفراء بثمان دقائق، والسبب كانوا يحاولوا يوقفوا هجمات مرتده. ولما نحكي عن توقيف هجمات مرتدة معناها شيء بسيط، إما إنه خط الهجوم أو خط الوسط الهجومي ما ضغط ما فيه الكفاية إنه يمنع صعود الكرة، وهذا الشيء واضح تماماً برشلونة من هذا الموسم حتى من النصف الثاني للموسم الماضي، أو الشيء الثاني إنه خط الدفاع ما تمركز بظهر خط الوسط اللي تلقوا البطاقات الصفراء بشكل صح يخليهم يضمنوا إن الكرة تطلع بظهرهم بدون ما يخاف. هذه المسألة فياريال لعب عليها بشكل مختلف، اليوم لاسبالماس لعب بشكل مباشر فكان برشلونة يضطر يعمل أخطاء. فياريال كان يوقف على الكرة، ريال سوسيداد كان يوقف على الكرة، وبالتالي حرموا برشلونة من الكرة، حتى بالكلاسيكو ريال مدريد وقف على الكرة لأنه برشلونة ما كان عارف يفتك الكرة بالشكل الصحيح. الآن مسألة سرعة افتكاك الكرة، مسألة منع الخصم من إعطائه ست سبع زوايا بالصعود بالكرة أو التمرير وتقليل عددها هي مسألة أساسية لنجاح أسلوب برشلونة باللعب، وإلا بيكون انتحار، بيكون إنك بتهجم وبتتلقى مرتدات، بتكون إنك بتهجم وبتسمح للخصم يصعد بظهرك ويواجه مرمك. من الاسئله طبعا الاكيده اللي هي فيدال اللي لعب اليوم، وجمهور برشلونه الان بحب فيدال. كيف لعب فيدال اليوم؟ ممكن احكي انه الرجل دخل باللقاء بذكاء، عمل استراتيجيه باول 60 دقيقه 70 دقيقه حتى، كان وظيفته دفاعيه، هو عارف بينه وبين نفسه، عارف بينه وبين الجماهير وحتى الصحافه والمدرب، الخوف من روبرتو مش هجوميا بقدر ما هو دفاعيا. وبالتالي التزم بمكانه كثير دفاعيا. وعشان هيك لما نرجع نشوف احصائياته للدقيقه 60 او 70 ما راح نلقى له كثير تمريرات للامام، ما راح نلقى له مراوغات ولا حتى صناعه فرص. بعد ذلك صعد وسجل هدف. الشيء الملاحظ هي مباراه طبعا ممكن الكل ظهر فيها بشكل ايجابي فحرام بيكون ظلم حتى لما نقارنه مع روبرتو من خلالها لظل روبرتو ايضا. الان المساله اللي واضحه اللاعب واثق بنفسه،
عندما بتصعد الكرة تجاهه بيكون واحد لواحد أو حاس في ضغط عليه، ما بتحسه خايف. وهذا الفرق بينه وبين روبرتو، هذا الفرق اللي ممكن يخليني أحكي فيدال لازمه كمان فرصة وكمان فرصة وكمان فرصة. قضية الأسبوع في برشلونة بعد ما هذا اللقاء اللي هو ليونيل ميسي، والتصريحات اللي ظهرت من بعض الإداريين أو إداري واحد فعليا عن أن ليونيل ميسي لن يكون بنفس الجودة ونفس الأداء بدون نيمار وإنييستا وبيكي. بداية خلينا نكون صادقين وصريحين، أي لاعب كرة قدم في العالم مهما كان ممتاز لما تلعب مع لاعبين سيئين ما حيظهر ممتاز. وبالتالي هو تكلم يعتقد بنفسه أنه تكلم بمنطق أنه نيمار وإنييستا يظهرون ميسي أفضل ما هو عليه، لكن لا، هم ما بيظهروا بأفضل ما هو عليه، هم بيظهروا بأحسن ما يمكنه هو نفسه. يعني ما في لاعب بيصير أحسن من ما هو عليه، يعني ميسي بيظهر بأحسن طاقاته لأنه مع لاعبين ممتازين. نفس الشيء مع رونالدو، لأنه مع لاعبين ممتازين لما تصير الجودة سيئة بظهرهم أو حواليهم هم نفسهم حيتأثروا، ما رح يقدروا يوصلوا لأحسن شيء بيقدروا يعطوه. هذا طبيعي كرة القدم، هذا شيء منطقي. الآن مش هذا التصريح، المشكلة هون إنه ليش في إداريين برشلونة بنشعر إنهم منزعجين من وجود ميسي أكثر من إداريين مدريد المنزعجين من وجود رونالدو. الجواب الأول إنه في مدريد في شخص واحد والباقيين وجوه، يعني في فلورنتينو بيريز هو اللي حاكم كل شيء، وريال مدريد لا يعمل بشكل مؤسسي أو بشكل منظم موزعة السلطات، لا، هناك في رجل لديه السلطة وناس بينفذوا أهدافه وأفكاره. ببساطة هذا الشيء يخليهم ماشيين زي ما بده بيريز، ما حدا بيتجرأ، ما عمري حتى بيريز نفسه ما بيتجرأ يعني يصرح ضد رونالدو. وبالتالي هذا الشيء بخلي الجميع ساكت، ما يخرج عن النص بعلاقته مع رونالدو، لأنهم عارفين في شخص واحد فوق بده رونالدو. في برشلونة الشيء مختلف شوي. لما جاء روسيلي أسرع كثير عملية اللي كان يسميها التميز المالي، وسرع كثير عملية المأسسة، فصار برشلونة من الداخل ويعني يشبه مؤسس يشبه منظمة. لنا صديق إسباني هو شريك يعني الآن بعمل إلكتروني يعمل مع برشلونة من الداخل، فهو يتكلم عن مؤسسة بالداخل، لا يشعر أنه بنادي كرة قدم، يشعر أنه بشركة، بعقلية شركة، بموارد بشرية، بإدارة مالية، شركة تماماً لا تدار رياضياً بقدر ما هي تدار بالداخل كشركة. يعني الرياضة لها جزء قسم خاص برشلونة، والاقتصاد له قسم خاص والإدارة له قسم خاص. بهذه الأجواء يصبح هناك نوع من صراع السلطات زي أي مؤسسة بالعالم، زي أي شركة في العالم، وإحنا نشتغل بشركات وبنعرف صراع السلطات. الآن في عندك شخص قوي أيضا لديه سلطة اسمه ميسي، وبالتالي شعورنا بعدم تحمل ميسي هو نوع من شعور هذا صراع السلطات اللي بصير في الجانب الإداري اللي أصبح عم يطغى وبصير قوي ببرشلونة. خلينا نحكي إنه المأسسة كانت سريعة جدا لأنه حسوا بضرورة المأسسة السريعة. هذا جزء. الجزء الثاني المهم، برشلونة غير متوازن ماليا من ناحية مسألة سلم الأجور ونسبة الأجور من الميزانية. يقال إنه الوضع الطبيعي الصحي من 50 إلى 55% عشان النادي يقدر دائما يكون معه سيولة، عشان دائما يستثمر، وعشان دائما يكون معه فرقية سوق انتقالات. ريال مدريد نسبته ما بتتعداش 50 إلى 55%. الآن برشلونة بتوصل 70%، ومن نسبة ميزانية برشلونة هو أعلى نادي في العالم من الأندية العشرة، وهذا مهم جدا. برشلونة الآن يشعر بالضغط لأنه سلم أجوره عالي. الآن في تكلمنا عن الجانب المؤسسي والجانب الإداري، هذا اللي بيجتمعوا وشوفوا أرقام، فبيشعروا بضغط كبير من الأجور. بعدين بيجي لهم ميسي بيطلب مبلغ معين ممكن يفرق معهم بالدخل، لأنه ميسي أمانات بيطالب بحقوق صوره وبيطالب بعض التفاصيل المالية، وبيفرق معهم برفع سلم الأجور أكثر من 70%، وهم عندهم لسه راكيتيتش ما جددوا عقده، ممكن بوسكيتش يطلب عقد، ممكن أكثر من لاعب يطلع لهم يطلب عقد جديد. هم بيجوا يحسبوا أوف يعني حنوصل 80% لضلينا هيك. يعني هو الخطأ اللي صار من برشلونة مش الآن، الخطأ اللي صار من 2011 2012 2013 نظام جلب اللاعبين بأجور عالية بدون تنظيم بدون تنسيق صحيح خلى الفريق يكون بهاي الحالة. وبالتالي في على هدول الناس اللي بفكروا إداريا وتجاريا فقط عليهم ضغط كبير وعليهم قرار صعب، يعني حسب مبادئهم الإدارية والتجارية لا يقبل، وزي ما قلت هم منقسمين على الإدارة الرياضية وهذا جزء، وفي بنفس الوقت صراع السلطات، وميسي يعتبر كأنه مدير من المدراء، يعني هو مزعيم اللاعبين وهو كأنه مدير من المدراء، وبالتالي في صراع سلطات بين هذول الناس كلهم عم بنشأ، لأنه برشلونة صار بيحاول يفكر أكثر من اللازم خليني أحكي بعقلية المؤسسة. قضية أخيرة حاب أحكي فيها مباراة اليوم، قضية باكو الكاثيل. كنت حاب أشوف باكو بيلعب مع لويس سواريز، كنت حاب أشوف باكو بيلعب مع لويس وممكن مع توران حتى نسحب ميسي. كنت حاب بآخر 30 دقيقة يعطي إنريكي باكو ضغط، يقول له العب يلا إجباري لازم تلعب هيك، أنت لازم تلمس الكرة أكثر. الباكو الآن مش محتاج، حيسجل أهداف بالنهاية،
بس محتاج يلمس الكرة أكثر، محتاج يحس إنه الناس بتوثقوا فيه أكثر. هذه كانت حتحسنه وتساعده، وأنت محتاج المهاجم الرابع. ما تراهن كثير على MSN، ممكن ينصاب وممكن واحد منهم يخذلك في مباراة مهمة ويكون عندك تبديل، بدل ما تروح مبدلي لاعب وسط بلاعب وسط، لاعب مدافع بلاعب مدافع زي ما بتعمل الآن. ممكن يكون تبديلك في المستقبل باكو يلعب مع سواريز. وبالتالي هذه أنا كنت حاب أشوفها، كنت حاب أشوف لويس يكمل وميسي اللي يطلع ويكون باكو عم بيلعب، إنه لا عليك جزء الآن بحمل المسؤولية، جزء بالصعود بالكرة لأنه ميسي مش موجود. وبالتالي كنت حاب أشوف هاي الحركة اللي هي ما صارت، لكن باكو نزل قدم دقائق ممكن اللمس أو اللمسين اللي قدمهم يساعدوا معنويا، وهذا شيء أساسي لبرشلونة. بنوصل هنا نهاية حلقة سلبي برشلونة. شكرا كثير لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.